أو اليوم زاد تدخل جمعية فيس باش تزيد توفر لنا السيارة هذه اللي مش تعمل تعزيز الأصول نتاع بطبيعة الحال نقل التلاميذ. كما شفتوا أنه هالمسافة المقطوعة اللي تتراوح من 3 كيلومتر حتى 7 كيلومتر حسب الوضعية نتاع التلاميذ. كيحس هو ثم انه اهتمام الدوله باهتمام المجتمع البديمي، هو بده اللي يحس بوطنيته ويحس انه بده اللي يحافظ على مؤسسته ويولي كما تلاحظوا حتى في اللي جردان بوتاجي الموجود اللي انه زرع شجره باسمه عمل حاجه باسمه هو يولي هو بده يحافظ عليها. واذا كان الفكره هذه يعني تغرست في تلامذه وخاصه في الصغير هكا بحول الله مش يكون مستقبلها افضل وافضل. وشكرا. الجمعية دخلت تدخل كبير برشا وساهمت في تطوير البنية التحتية متاع المدرسة ومتاع الوضعية زادة متاع التلاميذ سواء بالإعانات، يعني فما تطور كبير صار في العامين هذوما بفضل تدخل الجمعية هذه. معلمة قري سنة ثالثة ورابعة عربية هذا العام السادس هنا في المدرسة هذه، فرق كبير. أنا كي جيتها معناتها المدرسة من 2015 جيت مش هكا معناتها، فما برشا حاجات تبدلت من ناحية المدرسة ككل ومن ناحية التلامذة معناتها، يعني في الإيجابي برشا حاجات إيجابية معناتها. كي يشوف هما أصلا كي يشوفوا معناتها الحاجات التحركات نتاع جمعيات كي يجيونا معناتها المدرسة بركة معناتها يزيدهم حافز للقراية والكلف. تحسنت برشا نفسية التلميذ، ولا يجي منشرح يجي عنده رغبة في القراية، ولت المدرسة في الفضاء اللي يرتاح فيه التلميذ أكثر من قبل، يحبوا المدرسة وزيدوا كي يشوفوا مدرستهم تبدلت ولت مزيانة ولت محلاها وفيها معناها كل شيء، معناها مرة للترفيه وللدراسة اللي معناها بصراحة ولت حاجة باهية برشا. جمعية فيس مع فونداسيون إلستوم عملوا الحقيقة مشروع كبير نعتبره، دونك اليوم فما فكروا في نقل التلامذة، عنا تلامذة لهنا يتنقلوا على بعد كيلومترات، كنت راو تلامذة ديجا فرحانين برشا. سياج دونك أنا نثمن وجود سياج على مستوى المدرسة يحمي تلامذة ويحمي المدرسة، وجود مكتبة، فضاء للرياضة، ملعب، من نجم نعتبروها كان أنشطة كبيرة برشا على مستوى مدرسة المناصرية. اليوم فخورين بالمشروع هذا وبالتحقيقات اللي عملناهم مع الفونداسيون فيس ومع ألستوم برعاية وزارة التربية. نحن مع فيس من سنة 2016 في المشاريع اللي تقوم بهم الكل، والمشروع هذا حبينا نكون فيه عنصر فعال وناشط على خاطر مثلا فيه قطاع التربية قطاع التعليم، ونحن في الاستراتيجيه نتاعنا جانب كبير اللي نتلهو به في التربيه باش نسهلوا ونساهموا في تكوين محيط سالم للصغيرات نتاعنا باش نجموا يكملوا قرايتهم في ظروف ملائمه، ونوفروا لهم المستلزمات اللي لازمهم باش نجموا ما ينقطعوش على القرايه ويكملوا قرايتهم للاخر. يعني اليوم كما تلاحظوا هو ختم البرنامج اللي برمجته جمعيه العمل ضد الاقصاء والتهميش اللي امتد على مدى سنتين، تناول عدة جهات من عندها علاقة بالبنية التحتية متاع المدرسة، من تبييض، من إعادة إصلاح للنوافذ متاع الأقسام، كذلك عندها علاقة بتسييج المدرسة وزراعة الأشجار. كما تلاحظوا أيضا فهمتي تم تهيئة الملعب متاع المدرسة وإعادة معناها إعادة تهيئته حتى أصبح صالح للاستعمال وتطبيق البرامج اللي عندها علاقة بالبيداغوجيا.
أيضا من بين الحاجات اللي جاذبة كما تلاحظوا قاعة المطالعة اللي تم تجهيزها بالكتب وكذلك بالمقاعد، وأهم وخاصة المعضلة الكبيرة اللي كنت علاقة بالمدرسة هي التأخير والانقطاع متاع التلامذة. كما تلاحظوا ما شاء الله السيارة اليوم أصبحت معناها على ذمة المدرسة، فهمتني، وهي اللي باش تنقل صغيراتنا خاصة اللي تنقلوا في مسافات طويلة، باش تعاونهم على الانضباط في القراية وعلى حسن الذهاب والإياب للمدرسة. من بين الملاحظات على مستوى نفسية التلميذ وعلى مستوى إقباله على المدرسة، لاحظوا نحن بدينا المسنية هذه هي حماس كبير بالعودة للمدرسة في أثناء العطل، وإلا حتى التلميذ أصبح لا يرغب في أن يغيب على المدرسة ولو يوم واحد نتيجة الأنشطة المتعددة سواء كانت رياضية ولا ثقافية. هذه لاحظناه بلاحظوه زملاء المعلمين، نفسية أصبحت نفسية مقبلة على التعلم والتعليم، نفسية معناها متاع التلميذ اللي كان مهمش كان لمن يهتم به أصبح محط اهتمام الناس الكل وخاصة من الجمعيات، وحتى الأولياء انتبهوا لهذا الأمر وقاعدين يلاحظوا المحبة والتلقائية والإقبال على الحياة المدرسية في المدرسة.